عبق الشهداء وشرف أهالي الشهداء، في حضرة عرين الأبطال الذين سطروا مجدا لا ينسى ورفعوا هامة لا تنحني للظالم أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار قوم مقاتلين، دار قوم مقاومين، دار قوم شهداء مع النبيين إن شاء الله. الحمد لله على نعمة الشهادة اللي عرفتنا في هالجدور الطيبة بالشهداء. ما في فرق بين شهيد الخليل وشهيد ذو الكرم وشهيد جنين وشهيد أي فلسطين من المي إلى المي. والحمد لله باسم كل شهداء فلسطين، إحنا بس عنا كلمة واحدة، فلسطين حرة عربية وعاصمتها القدس الشريف من المي إلى المي، غير هيك إحنا ما بنعرف. مبادرتنا اسمها مبادرة حرائر من أجل القدس، تهدف لزيارة كل بيت أسير وشهيد. هي عبارة عن مبادرة نسوية فردية اجتماعية، انطلقت من عدة نساء فرديات وتوسعت لتشمل كافة أطياف المجتمع، وتهدف مبادرتنا لزيارة جميع عوائل الشهداء وإحياء المناسبات الوطنية والدينية في جميع أنحاء مناطق الضفة الغربية. ما شاء الله عنهم، والله انه اشي فخر، يعني انهم اهالي الشهداء نابلس ورام الله وكل الشهداء انهم بيجوا هون على جنين، يعني هذا فخر كبير لنا لجنين، واحنا بنعتز ونفتخر ببعض والحمد لله. الله يجزيهم الخير ويبارك فيهم ان شاء الله بميزان حسناتهم يا رب. هذا اللقاء يسري عن قلوبهم ويواسيهم، يعني كل يتعرف على أخته، في يعني كل أم ثكلة وكل أخت مكلومة تتعرف على أختها، تتعرف على ما لديها من هموم، يرى بعضهم بعضا، يتبادلون الأحاديث. هذه المبادرات كلها تسري عن أهالي الشهداء وعن قلوبهم. التجمع كان حلو كثير، يعني مفيد بالنسبة لنا. هاي المبادرة يعني مفتوح لها الانتساب من جميع يعني الفصائل، مش خاصة يعني بفصيل معين أو طائفة معينة، الكل يعني بيقدر ينتسب إلها.